المصرية، وذلك بعد قيام التلفزيون الجزائري ببث مباراة بوركينا فاسو والجزائر دون وجه حق، ردا على الاتهامات التي وجهها التلفزيون الجزائري لقناة الجزيرة الرياضية ببث مباراة نهائي كأس الجزائر دون حقوق. تؤكد هنا الجزيرة الرياضية أنها حصلت على حقوق هذه المباراة من اتحاد إذاعات الدول العربية، وتضيف الجزيرة الرياضية أنها حصلت على حقوق المباريات الفاصلة لكأس العالم من الشركة المالكة سبورت 5 بعد عجز بقية التلفزيونات عن دفع المبالغ المطلوبة. في سياق متصل، كانت شركة سبورت 5 وكيلة التسويق للكاف قد وجهت 5 رسائل رسمية إلى التلفزيون الحكومي الجزائري عبرت فيها عن احتجاج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بما وصفته بالقرصنة السمعية البصرية لمباراة بوركينا فاسو والجزائر، مذكرة القائمين على التلفزيون الجزائري بأن الكاف يحتفظ بحقه في التبعات القانونية جراء هذا البث غير الشرعي للمباراة، ودعته إلى الوقف الفوري للبث لكنه لم يكترث لكل هذه الدعوات. كما ذكرت سبورت 5 التلفزيون الجزائرية بأنه لم يحصل على أي ترخيص مسبق من الكاف أو من قنوات الجزيرة الرياضية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل.